في نبأ عاجل ورد إلينا، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.